السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي فاكهة البابايا، فاكهة غنية بالعناصر الغذائية، فيها الكثير من الفوائد. تؤكل كقطع شرائح صغيرة أو مع العصير، هناك عدة استعمالات، لكن هذه الفاكهة يجب تناولها في فترات متباعدة ولا يجب الإكثار منها، لأن عندها أضرار وخيمة. فبالنسبة للمرأة الحامل تتفادى تناول بابايا، ولا سيما البابايا غير الناضجة، لأنها قد تسبب تسمما للجنين أو تشويه للجنين. وتناول بابايا يسبب كسل الغدة الدرقية. الناس الذين يشربون عصير البابايا ينتبه جيدا، فبذور البابايا تعمل كمبيد للحيوانات المنوية وتحد من حركة الحيوانات المنوية. ويجب تفادي البابايا مع عصير الليمون، لأنه قد يصبح خليط سام ويسبب فقر الدم وعدم توازن الهيموغلوبين، وهذا خطير على الصغار والكبار، ذكور وإناث. عدم توازن الهيموغلوبين يعني أن هذا الهيموغلوبين الذي هو عبارة عن بروتين في خلايا الدم الحمراء، هذا الهيموغلوبين يحمل الأكسجين إلى أعضاء الجسم والأنسجة، وينقل ثاني أكسيد الكربون من الأعضاء والأنسجة إلى الرئة. إذا كان الهيموغلوبين أقل من المعتاد، فهذا يعني أن هناك انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء، يعني فقر الدم. نكون حذرين من هذه الفاكهة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.